بالإضافة إلى أنه نزار كان ممثل لدور عباس ودور سوداني، كان برضو مسؤول اللمسات، نسميه إحنا ملك اللمسات. كان في لمسات بالإكسسوارات، الإكسسوارات يعني ما شاء الله. هدير تعال قسم هنا بدلي وكمل. أقول هذا رخي من أول، أقول لك أقول هذا رخي ملي، هذا رخي قاسي. وسيف طبعا موجود من بداية الإعداد للمسلسل، وهو عارف كيف طريقة جمع الإكسسوارات اللي الكثير كان يسأل عنه. كانت تعيد نوع من الذكريات، ذكريات الزمن الجميل. يعني احنا نشوف اللبان ابو طابع هذا كبو دب ومش عارف ايش، بس في حاجات شبه معدومه كانت. الناس طبعا يتساءل وانا عارف كيف، بس اخلي الاخ يتكلم. اللمسات هذه هي ساعدت ايضا في المسلسل، ولا الاكسسوارات هذه القديمه اللي كانت معدومه ساعدت على ان تعيد ذكريات الناس الى جانب القصه نفسها. طبعا في اشياء ما كانتش موجوده، وهذا الاشياء هي تساعد ايضا ذاكره الناس، لان تعود ذاكره الناس الى الماضي. من هذا الاشياء مثلا الشامبو، البطاريه ابو بيس القديمه، ايضا في اشياء وجدناها واشتريناها ابو طابع. شوف مثلا البطاريه هذه ابو بيس ما عادش موجوده، اضطرينا احنا نطبع لاصق. انا اخوه في تشرين ما قصروش، صمموا معنا اشياء، في حاجه صممتها انا وفي حاجه صمموها في معامل تشرين ما قصروش. لاصق ولصقتها على البطاريه نفسها، حتى انه اشياء في اماكن هنا غطيتها باللون، يعني رجعناها طبق الاصل كأنها البطارية أمامك. وأكثر ما يعني تساؤلات، هذا الصابون من فين جبتوه؟ الشامبو هذا سيلفي كريم مش داري إنه كان شغله شاغل. لا فاضي، في واحد مليان هو ماسني الديكور خشب، قصينا على بعد ما صممنا عدنا التصميم من جديد، اشتغلنا التصميم هذا من جديد، قصينا عليه ولصقنا بعضهم مجسم. ليش هذا المجسم؟ لانه احنا اشتغلناه قبلها فتره، صلحت الواحد فتره لصلاح نموذج واحد على اساس يصوروا فيه. لما شافه قال لا 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 اشتي ثمانيه، تخيل انا جلست اقصقص لما اطلع الصبح اصلح، يلا نجست له اربع نفس النوع اللي المفتوح. هذا من الجهتين، هذا حتى انه لو ركزوا الناس في المسلسل كان ما ينظر الا الجهه واحده، الجهه الثانيه خلينا نحاول نخليها انه ما يتحرك. كنت يعني في المشاهد خاصة مستحيل يمشي الشامبو، خاصة لا في مشاهد خاصة اللي كان فيها شامبو كنت اضطر لازم اكون معهم في التصوير، على اساس بقول له لا تلفتش بين ضمن الخلف تصيح لازم الشامبو لا تلفتش. الحمد لله يعني هذا هو السر اللي بيسعروا عليه الناس. اضافة الى الموضوع وما في يعني صح انه قد تكون امكانيات مش بالضخامة اللي يتوقعها، بس في عقول تبتكر. أيوة. بسيط، ممكن إذا في عقول تبتكر ممكن تعمل لك كل اللي تشتي. ولو عاد كان فيها أستاذ حسن ولو قطعت كلامك، لو عاد كان في معنا وقت كنا بننتج حاجات أكثر وأكثر، حاجات توثق الماضي كأن إحنا سحبنا الماضي لعندنا اشتغلنا. يعني إحنا حاولنا جاهدين بضغط وقت ويعني مزحومين، حاولنا إن إحنا ننتج هذه الأشياء، والحمد لله إني أصبحت شغل الناس. يعني الناس أصبحوا يتسألوا منين جبتوها منين كذا، فلو عاد إحنا جبنا الأشياء الثانية اللي كانت في البال. انت جبت اشياء واشياء ما شاء الله فظيعه. حتى الفاين القديم، الجيب، الفاين الباكت صممناه من جديد وعطفناه وجهزناه. اذا نشوف المشاهد لازم انه يشوف كل هذه الحاجات ان شاء الله. فانا ادعيك الى حلقه خاصه بتكون موجود فيها مع كل انتاجات يدك تعرضها للناس باذن الله. هذا وعد امام الناس ان شاء الله، وعدها كمان لا يهربش. وعدني ملي عيب ملي خلاص يقفل. انا ليش قصيده لا صبح على الموضوع.